الشباب الى اسئله مزاريه حول القطع الناقص. طبعا بعد ما خلصنا تمارين الفصل الخاص بالقطع الناقص راح ناخذ الاسئله المزاريه اللي جايتنا بالقطع الناقص في السنوات السابقه. اول سؤال راح ناخذ هذا السؤال جاي من 2003 يقول قطع ناقص مطين هاي المعادله مال القطع الناقص اللي هي اكس تربيع زائد 4 واي تربيع يساوي لنا 4. المطلوب مني يقول شو طول محورين، يعني المحور الكبير والمحور الصغير، وبعد يقول جد لي احداثي الرأسين، يعني احداث رأسي يعني ال V1 وال V2، ورايد مني احداثي البارتين يعني الأفول والأف 2. المفتاح المطيني بالسؤال مطيني بس هذا المفتاح، مطيني معادلة مال قطع ناقص. طبعا اخذ المعادلة مال القطع الناقص اللي هي الاكس تربيع زائد 4 واي تربيع شو يساوي لنا 4. هاي المعادله مال القطع الناقص مو بالصيغه القياسيه، ليش؟ لان المفروض يكون عندي هنا واحد، والمفروض الاكس والاكس تربيع والواي تربيع المعامل مالتها واحد. فاول شيء اتخلص منه هاي الاربعه، فنقسم طرفي المعادله على 4، كل الحدود نقسمها على 4. فايش راح يصير عندي؟ هاي الاكس تربيع على 4 تنزل زائده 4 تقسيم 4، يعني هاي الأربعة بيها واحد وهاي الأربعة بيها واحد، فهنا يبقى عندي فقط الواي تربيع و4 تقسيم 4 واحد. اوكي، هسه المعادلة مال القطع الناقص صارت في الوضع القياسي. هاي الواي تربيع شنو المقام مالتها؟ واحد. هسه من الأكبر الأربعة للواحد؟ أكيد الأربعة أكبر من الواحد، معناتها هاي الأي تربيع ومعناتها هاي البي تربيع. اوكي، إذا هاي هي قيمة الأي تربيع وهاي هي قيمة البي تربيع. معناتها قيمة الأي تربيع شو تساوي لنا؟ 4. هذه يؤدي لنا بين الأي شو تساوي ناقص جذر التربيع للطرفين تساوي لنا زائد ناقص 2. بالتالي إحداث البؤرتين العفو الرأسين الـ V1 راح يكون 2 بصفر وسالب 2 بصفر، لأن القطع لمحور السينات. ما دام الأي تربيع الرقم تشمير جوا الإكس تربيع فمعناتها أنا على محور السينات، فكتبت قيمة للسين والاكس خليته صفر. هذا الشيء يمثل هذا يمثل البي تربيع، يعني البي تربيع هنا شو تساوي لنا؟ واحد. هو طبعا انا طلع منه احداث القطبين، بس هو ما راد منه احداث القطبين، راد منه احداث البؤرتين. فالبؤرتين شلون اطلعها؟ نقول السي تربيع شو تساوي لنا؟ تساوي لنا الاي تربيع ناقص البي تربيع. اذا السي تربيع شو تساوي لنا؟ الاي تربيع شو قيمته؟ 4. البي تربيع شو قيمته؟ 1. معناته السي تربيع شو تساوي لنا؟ 3. ناخذ جذر التربيع للطرفين، فالسي شو تساوي لنا؟ زائد ناقص 3. اذا البؤره الاولى الافول تكون 3 بصفر، والبؤره الثانيه الاف 2 راح تكون سالب 3 بصفر. اوكي، اذا طلعت له احداث الراسي، طلعت له احداثي البؤرتين. رايد مني المحور الكبير، فاقول 2 اي تمثل المحور الكبير ويساوي لنا 2 في قيمة الأي. ايش قد عندنا قيمة الأي؟ 2. ويساوي لنا 2 في 2 4 وحدات. اوكي، المحور الصغير 2B يساوي لنا 2 في قيمة البي. ايش قد عندنا قيمة البي؟ قيمة البي 1. طبعا هاي البي تربيع حتى لو اخذ جذر التربيع للطرفين هو هم يبقى 1. فقيمة البي شنو هو؟ 1، و2 في 1 2 يونتس. إذا ذني هذا هو المحور الصغير وهذا هو المحور الكبير، وهاي تمثل أحداث البؤرتين وهاي تمثل أحداث الرأسين، وطبعا القطع الناقص مالتي على المحور السيني. هذا هو القطع الناقص مالتنا. أوكي، ليش؟ لأنه الأي تربيع صار جوا الإكس تربيع، بالتالي هذا الرأس الأول الـ V1 اللي أنا كتبته شنو هو؟ 2 بصفر. وهذا هو الرأس الثاني الـ V2 اللي هو سالب 2 بصفر. اوكي، وراد مني احداث البؤرتين، ثبتت الاحداث البؤرتين. هذه هي الاف 1 اللي هي طلعت للسي اللي هي 3 بصفر، هنا 3 بصفر، وها هي الاف 2 اللي هي سالب 3 بصفر. اوكي، منا اللي هنا يمثل المحور الكبير، هاي منا اللي هنا اي، ومنا اللي هنا اي، فال 2 اي هو تمثل المحور الكبير، والاثنين بي عفوا هذا هو المحور الكبير، هاي من هنا الاي
ومنا نعرف المحور الكبير هو 2A، والمحور الصغير هذا يمثل المحور الصغير بالنا بي، ومنا بي يصير عندي 2B وينتهي عندي الحل. هسه نتحول للسؤال الثاني، يقول معالجة القطع الناقص، رايد نلي معالجة القطع الناقص الذي إحدى بؤرتي، يعني نعرف القطع الناقص فيه بؤرتين، يقول واحدة من هاي البؤرات هي بؤرة القطع المكافئ، ومعطيني المعادلة مال القطع المكافئ. هذا المفتاح الأول، مفتاح الحل. المفتاح الثاني يقول طول محوره الكبير، المحور الكبير يعني 2A، ثلاثة أمثال المحور الصغير، يعني معناته المحور الكبير 2A شو يساوي لي؟ يساوي لنا ثلاثة أمثال المحور الصغير، يعني يساوي لنا 3 2B. هذا هو المفتاح الثاني للحل. اوكي، هسه شو اسوي؟ راح اخذ المعادلة مال القطع المكافئ. معادلة القطع المكافئ تقول الواي تربع شو يساوي لنا؟ سالب 8 اكس. أول شيء استفاد منه، بما أن القطع المكافئ على محور السينات، لأن هنا الإكس ما عليه تربيع، هنا الواي عليه تربيع، إذا بما أن القطع المكافئ على محور السينات، يعني البؤرة مالته على محور السينات، معناته القطع الناقص أيضا على محور السينات. هسه القطع المكافئ مالته على محور السينات، وبما أنه سالب راح يكون هذا هو القطع المكافئ، وهذه بؤرة القطع المكافئ. هاي البؤرة مال القطع المكافئ هي نفس البؤرة مال القطع الناقص. اوكي، اذا بالتالي المعادلة مال القطع الناقص راح تكون الاكس تربيع جوال اي تربيع زائدا الواي تربيع الجوار جوال بي تربيع يساوي لنا 1. اذا على مود اوجد معادلة القطع الناقص احتاج قيمة اي تربيع وبي تربيع. هسه بعد شو استفاد من القطع المكافئ؟ نطلع منه البؤرة، فنقول المعادلة القياسية مال القطع المكافئ للنموذج لما يكون على محور السينات السالب شو يساوي لي؟ سالب 4 بي اكس. هسه اقارن هاي المعادلة بهاي المعادلة، فهنا ال 4 بي تساوي لنا ال 8 واطلع قيمة البي اللي تمثل بؤرة القطع المكافئ. فال 4 بي شو يساوي لي؟ 8، نقسم الطرفين على 4، فالبي شو يساوي لي؟ 2. إذا هاي البؤرة ايش راح تكون؟ قيمة السي، قيمة السي راح تساوي لنا 2، وهنا راح نطلع قيمة السي تربيع اللي يساوي لنا 2 في 2 4، إذا طلعت قيمة السي تربيع. هسه بعد القطع المكافئ خلاص، بعد ما يفيدني استفادت منه، طلعت السي تربيع وحددت المعادلة مال القطع الناقص وعرفت بين القطع الناقص مالته على محور السينات. هسه راح نتحول إلى المفتاح الثاني اللي هو يقول محوره الكبير يساوي لنا ثلاثة أمثال محوره الصغير. نحن نعرف المحور الكبير هو 2A، يعني المسافة منا اللي هنا هو 2A، المحور يساوي لنا ثلاثة أمثال المحور الصغير بهالشكل الصغير للآن. هسه هاي الاثنين A تنزل 3 في 2 6 B، أقسم الطرفين على 2 وهنا على 2، فالاثنين وين الاثنين تروح؟ يبقى عندي الـ A شو يساوي لنا؟ 6 تقسيم 2 3 بي، وهاي هي معادلة رقم 1. سأحتاج معادلة ثانية، نعرف بالقطع الناقص عندنا العلاقة الذهبية اللي تقول الـ A تربيع شو يساوي لنا؟ يساوي لنا الـ B تربيع زائد الـ C تربيع، وهاي هي معادلة رقم 2. هسه اوكي صار عندي معادلتين، أقدر أطلع قيمة الـ A والـ B، بس شنو؟ هاي المعادلة بها ثلاث متغيرات، هذا الـ C لازم أتخلص منه. أنا مطلع قيمة تشكيل 4، فأشيل الـ C تربيع، شو أخلي بمكانها؟ 4. صار عندي معادلتين مجهولين. طبعا راح اني بالتعويض، راح اعوض معادله 1 ومعادله 2 بمكان هاي الاي اخلي 3 بي. اذا راح اقول نعوض معادله رقم 1 في معادله رقم 2. اوكي، هسا بمكان هاي العفو بمكان هاي الاي شكل 3 بي، فهنا شكل 3 بي، وبما ان الاي عليه تربيع فراح يكون عليه تربيع، يساوي من البي تربيع زائد 4. هذا الاس الاثنين ينزل على 3 وينزل على البي، ف3 تربيع معناته 9، وهنا بي تربيع يساوي لنا البي تربيع زائد 4. هسا هاي البي تربيع شنو شارته موجبه؟ حولها شو تصير؟ سالبه، فالتسعة بي تربيع تساوي لنا ناقص بي تربيع شو يساوي لنا؟ 4.
هسه 9 بي تربيع ناقص بي تربيع يصير 8 بي تربيع شو يساوي لي؟ 4. اوكي هسه قسم الطرفين على معامل بي تربيع هو 8 وهنا على 8 فهاي 8 وهي 8 تكون فالبي تربيع يساوي لنا اختصار هاي بها 1 وهاي بها ايش قد؟ يساوي لنا 1 على 2 هاي هي قيمة البي تربيع. اوكي خلينا نطلع قيمة البي على مود اطلع قيمة الاي، فهذا يؤدي لنا بانه البي شو يساوي لنا؟ جذر التربيع للطرفين، فجذر الواحد طبعا زائد ناقص جذر الواحد 1 وجذر الاثنين هو جذر 2، اذا هاي هي قيمة البي وهاي هي قيمة البي تربيع اللي بعدين عوضها هنا. هسه بس محتاج قيمة الاي اربحها وعوضها هنا، فنعوض قيمة البي وين المعادلة رقم 1 حتى نطلع قيمة الاي، فالاي شو يساوي لنا؟ 3. قيمة البي ايش قد؟ 1 على جذر 2، هنا ايش قد عند المقام؟ 1، معناته الاي 3 في 1 3 و1 في جذر 2 جذر 2. اوكي ربع الطرفين يعني الاي تربيع ايش راح يساوي؟ ليش اربح الاي؟ اعوض هنا تربيع، فمربع التسعة 3 هو 9 وجذر 2 في جذر 2 هو 9 على 2 وهاي هي قيمة الاي تربيع. هسه ايش راح اسوي؟ اعوضها هنا بالمعادلة واطلع معادلة القطع الناقص، يعني معادلة القطع الناقص راح تكون عندي الاكس تربيع، خلي جواها الاي تربيع يعني 9 على 2 هاي هنا زائدا، والواي تربيع خلي جواها قيمة البي تربيع اللي هي 1 على 2 يساوي لنا 1، وهاي هي المعادلة اللي راتها من عندي معادلة القطع الناقص عندما يكون القطع الناقص على محور السينات. إذا الخلاصة، الخلاصة بأنه القطع المكافئ استفادت منه شغلتين، الشغلة الأولى عرفت بأن القطع الناقص ما في على محور السينات، والشغلة الثانية طلعت منه السي والسي تربيع اللي فادتني بهاي العلاقة، عوضت بمكان السي تربيع شنو هو؟ 4. العلاقة الثانية قدرت أسوي لها معادلة بأنه طول المحور الكبير يساوي لنا 3 أمثال المحور الصغير، فأعطت لي هاي العلاقة، وهاي العلاقة مهمة جدا خليها ببالك، هاي دائما تحل لنا المشاكل، بأنه الأي تربيع يساوي للبي تربيع زائد السي تربيع، هاي دائما نستخدمها العلاقة. وينتهي عندنا الحق الله وياكم للسؤال الثالث من الأسئلة الوزارية الخاصة بالقطع الناقص، يقول جد معادلة القطع الناقص. طبعا هذا سؤال وزاري جانب 2015 ومتكرر طبعا بسنة ثانية بال 2014 متكرر. يريد مني معادلة القطع الناقص، المركز مالته طبعا اكيد مركزه نقطة الأصل ناسيها، نقطة الأصل يعني الصفر صفر. اوكي يقول وإحدى بارتين، وإحدى بارتين نعرف القطع الناقص هي بارتين، فوحدة يقول من هاي البؤر مال القطع الناقص هي بؤرة القطع المكافئ، ومعطينا المعادلة مال القطع المكافئ. إذا هذا هو المفتاح الأول للحل. المفتاح الثاني يقول الفرق بين طول محورين شو يساوي لنا؟ 4. احنا نعرف القطع الناقص بمحورين كبير وصغير، فيقول الفرق بين المحورين يعني الكبير ناقص الصغير شو يساوي لنا؟ 4، وهذا هو المفتاح الثاني للحل. اوكي هسه ايش اخذ اني؟ راح اخذ معادله مال القطع المكافئ. اول شيء نبدا بمن؟ بالقطع المكافئ، راح اخذ المعادله مالته اللي تقول الاكس تربيع شو يساوي لنا؟ 24 واط. اوكي شو استفاد من هاي المعادله؟ هاي المعادله مال القطع المكافئ على الصادي، على المحور الصادي، معناتها القطع الناقص مالته هنا راح يكون على المحور الصادي، يعني اذا اجي ارسم هسه المستوى الاحداثي واحدد القطع المكافئ عليه، فالقطع المكافئ مالته راح يكون على المحور الصادي الموجب، ليش عندي واي وهنا موجب مو سالب، فهذا هو القطع المكافئ مالتي، فالبؤره مال القطع المكافئ راح تكون هنا. هاي البؤره مال المكافئ هي نفسها البؤره مال الناقص، فالقطع الناقص مالته راح يكون هالشكل على المحور الصادي، معناتها المعادله مال القطع الناقص شو تكون؟ الاكس تربيع اخلي جواها البي تربيع، والواي تربيع اخلي جواها الاي تربيع، شو يساوي لنا؟ 1. اذا اول استفاده حققتها من معادله القطع المكافئ اللي هي الاكس تربيع يساوي لنا 24 واي، قدرت اعرف بان القطع الناقص مالتي على محور الصادات. هسه شو احتاج بعد؟ اطلع من المكافئ اطلع البؤره مال المكافئ هي نفسها البؤره مال الناقص. فالمعادله مال القطع المكافئ القياسيه عندما يكون على المحور الصادي الموجب شو تكون؟ تكون الاكس تربيع يساوي لنا 4 بي واي.
اوكي هسه لما نقارن هاي المعادله بهاي المعادله هذا يساوي هذا وطلع منه قيمه البي ومن قيمه البي طلع الباره يعني ال24 عفوا ال4 بي خلينا المتغير شو يساوي لي 24 قسم على معامل بي الأربعة وهنا على 4 فالبي ايش راح يساوي لي 6 24 تقسيم 4 6 هاي هي قيمه البي معناته البؤره ايش تكون هنا عندي 0 ب 6 اذا معناته قيمه السي للناقص ايش يساوي لي 6 معناته السي تربيع ايش يساوي لي 6 في 6 6 و 30 هسه بعد القطع المكافئ ما احتاجه انتهى مفعوله استفادت منها شغلتين قلنا حددنا المعادله مال القطع الناقص وطلعت السي تربيع هسه راح نجي للمفتاح الثاني يقول الفرق بين طول محورين يعني شنو يعني ال2 a ناقص ال2 b يعني الكبير ناقص الصغير شو يساوي لنا الفرق اربع وحدات احتياج القسم المعادله كلها على 2 وهنا على 2 وهنا على 2 فراح شو يصير عندي ال A ناقص ال B 4 تقسيم 2 2 هاي المعادلة رقم 1 أكيد المعادلة الثانية راح تكون عندنا العلاقة الخاصة بالقطع الناقص واعتبرناها علاقة مهمة اللي هي ال A تربيع يساوي ان ال B تربيع زائد ال C تربيع وهاي هي المعادلة رقم 2 طبعا قيمة ال C تربيع هاي عوضها 36 حتى شو يصير عندي؟ يصير عندي معادلتين ومتغيرين حلهن اما حذف او تعويض بما انه هنا عندي تربيع وهنا ما عندي تربيع فنحذف التعويض فناخذ معادله رقم 1 وراح اقول من معادله رقم 1 اللي هي ال A ناقص ال B شو يساوي لنا 2 اطلع ال A دلاله ال B يعني خلي ال A هنا وال2 هنا هاي اللي احولها تصير موجب B هاي هي معادله رقم 3 بما انه اخذت واحد فعوض في معادله رقم 2 شكو اي اخلي بوكان 2 زائد بي فهذا ايش راح اخلي بوكان 2 زائد بي شنو هو تربيع يساوي لنا البي تربيع زائد 36 هسه هذا التربيع ينزل على الثاني اول الاول في الثاني في 2 مربع الثاني بي تربيع يساوي لنا البي تربيع زائد 36 اوكي هسه هاي البي تربيع موجبه موجبه العلم نحولها تصير سالبه فتحذف وياها اوكي فشبق عندي هنا الاربعه بي هاي الاربعه موجبه احولها الى 36 شو تصير؟ سالب 4 معناتها الاربعه بي ايش راح تساوي لنا 36 ناقص 4 32 اوكي انا رايد البي فنقسم الطرفين على معامل البي اللي هو 4 معناتها البي ايش يساوي لنا؟ 8 زين ضرب بي 8 معناتها اريد البي تربيع الربع الطرفين معناتها البي تربيع 8 في 8 64 وها هي قيمه البي تربيع اوكي هسه طبعا انا طلعت عندي قيمه البي اطلع قيمه الاي اعوض البي هنا حتى اطلع الاي فاقول الاي تساوي لنا 2 زائد قيمه البي ايش قد 8 معناتها الاي شو تساوي لنا 10 اذا ربع الطرفين الاي تربيع شو تساوي لنا 10 في 10 بي وهي قيمة الـ A تربيع هسه بما أنه عندي قيمة الـ B تربيع والـ A تربيع نعوضها بالمعادلة القياسية تطلع عندي معادلة قطع الناقص راح تكون الـ X تربيع أخلي جواهر B تربيع اللي هو وينه؟ الـ 64 زائد والـ Y تربيع أخلي جواهر الـ A تربيع اللي هو 100 يساوي لنا 1 وهاي هي معادلة القطع الناقص إذا الفكرة هنا الفكرة هذا المفتاح الأول معادلة القطع المكافئ طلعت منتها بؤرة واعتبرتها هي نفسها الناقص وحددت المعادلة مال القطع الناقص هاي وهذا المفتاح الثاني سويت منه هاي المعادلة هاي المعادلة وهاي المعادلة أنا حافظها هاي مهمة الـ A تربيع يساوي الـ B تربيع زائد الـ C تربيع هاي تحل لنا كل المشاكل هاي المعادلة جدا مهمة طلعت قيمة الـ A والـ B ربعتنا وعوضتها بالمعادلة القياسية أوكي هسه نتحول للسؤال الرابع هذا جانا من 2005 وزاري هنا يقول لتكن الواي تربيع ناقص 12 يساوي لنا صفر والواي تربيع زائد 12 يساوي لنا صفر هاي معادلتي قطعين مكافئين يعني هاي معادلة مال قطع مكافئ وهاي معادلة مال قطع مكافئ طبعا يقول جد بؤرة كل منهما للقطعين المكافئين ورايد مني معادلة دليل كل واحدة من عندهم
بعدين يريد مني معادله القطع الناقص. ايش بيها القطع الناقص؟ يقول بؤرتاه هما بؤرتي القطعين المكافئين. اريد مني هم طول محورها الصغير، عفوا الطين يقول طول محورها الصغير يساوي لنا 10. هذا المحور الصغير مالته يعني الاثنين بيش يساوي لنا 10 وحدات، يعني هذا هو المفتاح الثاني للحل. اذا هذا الاثنيناتين يحتوي على مفتاح واحد للحل. اوكي، راح اخذ المعادله الاولى مال القطع المكافئ اللي هي الواي تربيع شو يساوي لنا ناقص 12 ناقص 12 شو يساوي لنا صفر. معناتها الواي تربيع صاير الصيغه القياسيه حول 12 الطرف الثالث صاير 12 اكس. اذا هذا القطع المحور السينات، بالتالي المعادله القياسيه اللي اقارن بها مالته راح تكون الأربعة بي اكس. اوكي، هسه اساوي هذا الجزء وهذا الجزء واوجد البؤره مال القطع المكافئ، فاقول الأربعة بي شو يساوي لنا 12، انقسم الطرفين على 4 فمعناته البي شو يساوي لنا 12 تقسيم 4 3. اذا البؤره مال القطع المكافئ الاول هو شو يقول؟ جد بؤره كل منهما، فالبؤره ايش راح تكون بما ان المحور السيني؟ فالبؤره راح تكون 3 بصفر. ليش؟ لانه على المحور السيني الموجب. يعني هذا القطع المكافئ اذا نقسم على المستوى الاحداثي هذا راح يكون بهالشكل هذا. على المحور السيني الموجب هو 3 صفر، هذه البؤره مالته، هذه البؤره مالته 3 بصفر. اوكي، معادله الدليل، طبعا الدليل يكون عكس البؤره، فالدليل وين راح يكون؟ هنا. هذا هو الدليل. فالاكس هنا شو يساوي لنا؟ بما ان البؤره موجبه هو يكون سالب. اذا معادله الدليل الاكس يساوي لنا سالب 3. اذا طلعت لي البؤره، طلعت لي معادله الدليل بالنسبه للقطع المكافئ الاول. اوكي، هسه راح اخذ القطع المكافئ الثاني معادلته اللي هو الواي تربيع زائد 12 ناقص 12 زائد 12 اكس 12 اكس شو يساوي لنا؟ صفر. اوكي، حول اسمها بالصيغه القياسيه حول 12 اكس الطرف الثاني هي موجب شو يصير؟ سالب 12 اكس. اذا هنا القطع حمل على المحور السيني بس شنو؟ السالب هنا راح يكون هالشكل. زين، المعادله القياسيه اللي اقارن بها تساوي لنا سالب 4 بي اكس. هسه ايش اسوي؟ اساوي هذا الجزء، هذا الجزء بدون السالب مع هذا الجزء. فال 4 بي شو تساوي لنا؟ 12. نقسم الطرفين على 4 معناته البي شو تساوي لنا؟ 3. اذا البؤره بما ان على المحور السين السالب فالبؤره راح تكون سالب 3 بصفر، والدليل يكون عكس البؤره فمعناته الاكس شو يساوي لنا؟ 3. اذا هذا البؤره ومعادله الدليل للقطع المكافئ عندما يكون على محور السين السالب، يعني هذا هو القطع المكافئ الثاني مالته. اوكي، وهاي البؤره مالته راح تكون سالب 3 بصفر، هاي البؤره الثانيه الاف 2 سالب 3 بصفر. واكيد الدليل مالته راح يكون هنا، راح يكون طبعا هو الدليل هنا هذا مال الاول يمر البؤره الثاني لان هو من 3، فهو هنا راح يكون الدليل بالحقيقه. هذا هو الدليل، الاكس يساوي لنا سالب 3، بينما هذا الاحمر القطع المكافئ الثاني الدليل مالته هنا راح يكون يمر بؤره الاول. هذا هو الدليل مالته، هذا هو الاكس يساوي لنا 3. اوكي، هسه نجي على القطع الناقص، اريد مني معادله القطع الناقص. القطع الناقص الذي بؤرتاه هما بؤرتي المكافئ، يعني القطع الناقص مالتي هو هذا، هم يعني على المحور السيني. فذن البؤره، هاي البؤره مال الاول وهاي البؤره مال الثاني هن بؤرتي المكافئ، العفو الناقص، يعني هنا سي جي تساوي لي طبعا هنا معادله النموذج بالنسبه للناقص بما ان على محور السينات فراح اكتب اكس تربيع على اي تربيع زائد واي تربيع على بي تربيع شو يساوي لنا؟ واحد. هسه البؤره مال الناقص شو هي؟ كيف؟ تاخذ هاي تاخذ هاي، احنا بالحقيقه ناخذها موجبه حتى نطلع منها السي تربيع، شو يساوي لنا السي تربيع؟ 9. ها طلع عند السي تربيع. اوكي، هسه بعد خلاص هذا المفتاح انتهى. هسه نجي على المفتاح الثاني اللي يقول طول محوره الفرق، العفو، يقول طول محورها الصغير 2 بي مال الناقص،
فالاثنين بي هنا شو يساوي؟ 10. من هنا اطلع البي انقسم الطرفين على 2، فالبي شو يساوي؟ 5. معناته البي تربع شو يساوي؟ 25. اذا طلعت عندي البي تربيع. شو احتاج؟ الاي تربيع نروح للعلاقه، نقول الاي تربيع يساوي ان السي تربيع زائد البي تربيع. اذا الاي تربيع شو يساوي؟ السي تربيع 9 والبي تربيع ايش قد؟ 25. معناته الاي تربيع شو يساوي؟ 34. اوكي، ها هي قيمه الاي تربيع. هسه بما ان عندي قيمه البي تربيع وقدي قيمه الاي تربيع، نعوضها بالمعادله القياسيه مال القطع الناقص. فالقطع الناقص راح يكون اكس تربيع، خلي جوا الاي تربيع لانه على المحور السيني، 34 زائد، والواي تربيع شو خلي جواها؟ البي تربيع اللي هي 25، شو يساوي لنا؟ 1. وهاي هي معادله القطع الناقص. الفكره بهذا السؤال كلش حلوه، بين الطالق قطعين مكافئين، هذا الاول اللي كان على المحور السيني وهذا الثاني اللي كان على المحور السيني السالب، فاكيد هذا عنده بؤره الاول والثاني عنده بؤره، فطلعت كل واحد البؤره مالته ومعادله الدليل. طبعا هذا الدليل مالته يمر ببؤره الثاني، وهذا الثاني الدليل مالته يمر ببؤره الاول. القطع الناقص بؤرتها هما بؤرتي المكافئين، فهاي البؤره وهاي البؤره صارت للناقص، فرسمت الناقص اكيد على المحور السيني لان البؤره مالته على المحور السيني، فهذا هو النموذج مالته. يعني الاي تربيع يكون جوا الاكس تربيع والبي تربيع يصير جوا الواي تربيع. اوكي، طبعا البؤره مال الناقص طلعت عند السي يساوي نتلاق لي هنا نفس بؤره المكافئ، فطلعت عند السي تربيع. المفتاح الثاني يقول طول المحور الصغير يساوي لنا 10، فالاثنين بي يساوي لنا 10، طلعت لنا البي تربيع. وبقت عندي هاي العلاقه الذهبيه، طلعت من عندها الاي تربيع بعد ما عوضت السي تربيع والبي تربيع، من طلعت البي تربيع والاي تربيع عوضتها بالمعادله القياسيه، وطلعت عندي معادله القطع الناقص.